السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن تمرين برنامج تأمل جذب شريك الحياة المناسب وبالمواصفات اللي انت عايزاها لحياتك. والتمرين ده مضمون إن شاء الله لأنه عن تجربة شخصية وخاص بيا، حط فيه الخبرة بتاعتي وكمان خبرة صحباتي، يعني مش هتلاقوا منه كتير على الانترنت. الحلقة دي للبنات اللي عايزين شخص معين هم عارفينه أوريدي، أو عايزين مواصفات معينة لشخص مستقبلي هم لسه مش عارفينه، أو للي تأخر جوازهم رغم ما عندهمش موانع قوية. التمرين ده بيعتمد على طاقة الدماغ وتابع لقوانين علم الطاقة الكونية. الكلام طبعا ينفع للجنسين، لكن أنا هيكون كلامي موجه للبنات لأن أغلب الطلبات كانت من البنات. قبل ما أبدأ بس الحلقة هقول خمس حاجات على السريع، معلش يعني استحملوني فيهم. أنا هشرح بضمير كل الخطوات، لو حد قال لي اختصري هعمل له بلوك، لأن متابعيني ليهم مكانة كبيرة عندي، فأنا بحب أهتم أن أنا أوصل لهم المعلومة كويس، خصوصا ما فيش معلومة بقولها مكررة أو ملهاش فايدة. الحاجة التانية، في ناس بتسأل أسئلة إجابتها جوه الحلقة عشان مش راضية تتفرج ويقولوا لي أرجو الرد سريعا. الرد هيكون اتقال مسبقا في الحلقة وشرحته وتعبت فيه وأسهبت فيه، فمش حاضر أكتبه وأشرحه مرتين. الحاجة التالتة اللي هتقول لي أهم حاجة الزوج يكون صالح وخلاص، برضو الفيديو ده مش ليها، لأن أنا بخاطب وعي معين خاص بالمتابعين بتوعي، وفاهمين يعني إيه توافق روحي وفاهمين يعني إيه توافق معنوي، مش أي حد صالح والسلام. فأنتي ممكن تكوني كويسة وهو كويس بس مش متوافقين مع بعض وتتطلقوا، تمام؟ الحاجة الرابعة، أنا مش حاضر أجاوب على أسئلة لا تتعلق بموضوع الحلقة، معلش هضطر أتجاهل أي حد داخل عشان مصلحته يسأل في حاجة ملهاش دعوة بالموضوع كأنه معدي على بقالة وماشي، مش بحب أتعامل مع المصلحجيين بصراحة. الحاجة الخامسة، اللي مش هيعجبه التكنيك أو مش مؤمن بعلم الطاقة أو بأسلوبي يقدر يمشي عادي جدا ويريح دماغه، لأنه لو اتكلم بأسلوب مش كويس أو قال رأي سلبي أنا ما طلبتهوش، هيكون بيعبر عن نفسه وعن أخلاقياته فقط، ومش بس كده هيكون تعب نفسه في كتابة التعليق لأنه هياخد بلوك، تمام؟ ندخل بقى في التأمل. التأمل ده زي ما أنا قلت ينفع لو عايزة تجذبي شريك حياة لسه ما قابلتوش في حياتك أو قابلتي أوريدي. ده عن تجربة شخصية ومش بس أنا، وحقول لكم التكات الغلط اللي حصلت معانا والحاجات الصح. ده مش بس أنا اللي عملته زي ما أنا قلت، ده شلة صحباتي كلهم طبقوا التمرين ده وكلهم ما شاء الله جابوا اللي هم عايزينه بالظبط بدون مبالغة، لكن تفوتت النتائج. يعني أنا مثلا جيت في الآخر لقيت نفسي عايزة أتجه للشغل أكتر، بعد ما كنت ماشية كويس والراجل جه حسيت أن أنا عندي طموحات تانية أعلى فوقفت كل حاجة، فالموضوع ما كملش معي. بالنسبة لصاحبتي عملت كل الخطوات صح ما عدا خطوة تخيل الزواج والزفاف، هي جذبته بمواصفاته هو، ركزت فيه هو، قالت أنا عايزاه كذا كذا كذا، لكن ما فكرتش في نفسها وفيه وهم سوا مع بعض. فحصل نفس السيناريو اللي خططته لدماغها، والولد جه عادي بالمواصفات اللي هي طلبتها بالظبط، بس أعجب بيها شوية وبعد كده مشي. وكمان عملت غلطة رهيبة جدا، ان هو بعد ما جه زي ما هي عايزة هي اتفاجأت ان قانون الجذب عمل الموضوع بشكل سحري واعجازي. قالت ايه ده، معقول مخي وربنا عطيني القدرة دي؟ معقول انا استحق الولد ده؟ يعني انا حاسة ان انا بحلم. اول ما قالت كده وفكرت كده استحقاقها بنفسها انخفض وشافت نفسها قليلة وتغابت. القانون عندها اختل، لأن قانون الجذب أهم ركن فيه هو الاستحقاق العالي والثقة بالنفس. في واحدة بقى من الشلة اتخطبت الحمد لله وربنا يتمم لها على خير، والرابعة اتجوزت، واللي اتجوزت دي بقى كانت أول تجربة ناجحة فينا وهي دي اللي كملت للآخر بالنسبة للشلة. يعني نبدأ بقى على بركة الله، نيجي لشروط المكان اللي هتعملي فيه تمرين جذب شريك الحياة. أول حاجة، بتحضري زي مكان هادي، سواء غرفتك أو أي حتة عندك في البيت تكون مناسبة ورومانسية وبتحسي فيها بالراحة. حتة المكان دي ضرورية جدا جدا، أوكي؟
لو واحدة ما عندهاش غرفة خاصة بيها تتصرف وتشوف لها حتة بعيد هادية في البيت، أو استني اللي مشتركة معاكي في الغرفة اتنين. بلاش تحطوا عراقيل في التعليقات عشان الدنيا تمشي معاكم حلو. تاني حاجة، عطري المكان ده بأي ريحة حلوة عندك، وخلي الريحة دي تكون ثابتة في كل مرة تعملي فيها التأمل. ليه بقول كده؟ لأن العقل الباطن بيرتبط ذهنيا بالروائح، فأنت حتى لو يوم وقفتي التأمل ورشيتي العطر المعين ده، مخك هيشتغل تاني لوحده في قانون الجذب، فهيكون اتبرمج كل ما يشم الريحة دي، وهيعمل آلية الجذب اللي أنت هتصمميها بنفسك. تالت حاجة، أنت شخصيا لازم تكوني متوضبة. مش هقولك بقى حاطة ميك اب بقى وبتاع، لا، لازم تكوني لابسة نظيف ولابسة لبس حلو وريحتك حلوة ومسرحة شعرك. ما تبقيش قاعدة وريحتك بصل وشعرك شمس شموسة، عشان يعني ايه ما تجذبيش واحد مدمن من قطاع الطرق. ليه بقى؟ لان لازم تبقوا عارفين ان شريك الحياة مهما بلغتي من مواصفاته وعايزاه واو وخطير وجميل، مش هيجي الا ويكون مطابق او متشابه مع الطاقة بتاعتك. ما الطاقات المتشابهة بتتجاذب، فطول ما انت طاقتك منخفضة ومظهرك اي كلام وشعورك بنفسك اي كلام، هيجيلك واحد اي كلام برضو. رابع حاجة، هتشغلي ميوزك هادية، وبرضو الميوزك دي تتثبت زيها زي العطر، لان برضو المخ بيرتبط بالاصوات زي الروايح، وكمان بيرتبط بالتصور والصور، ودي هنقولها بعدين. المهم تشغلي الميوزك دي، او ممكن تشغلي صوت طبيعة، صوت مطر، صوت امواج بحر، صوت عصافير، اللي يعجبك. خمس حاجة، الاضاءة تكون خافتة جداً. ميعاد التمرين امتى؟ بالليل قبل النوم. محدش يقول لي ينفع الظهر او العصر، لا، هو بالليل بس، عشان طاقة المخ بتنشط في التوقيت ده، والميلانين بيتفرز في الظلام، فبينشط الغدة الصنوبرية معاه، وبالتالي دي اللي بتساعد على التخاطر والتأمل. دي شروط البيئة اللي هتعملي فيها التمرين، مفيش شروط تانية غيرها، وغير قابلة للتغيير. وحتى لو غيرتيها عشان تجربي، مش هتلاقي مفعولها قوي زي التانية. كم مرة بقى ممكن تعملي التمرين ده؟ اعمليه مرتين او ثلاث مرات في الاسبوع. في ناس هتقولك ينفع اعمله كل يوم؟ لو كل يوم مش هتعرفي تركزي زي كل مرة، لان الانسان بطبعه لما الحاجة بتتكرر معاه بيقل تركيزه قوي وبيمل بسرعة. فانا عندي تعملي تمرين مرتين في الاسبوع بتركيز قوي وطاقة ذهنية مركزة، احسن ما تعملي كل يوم وانت مشتتة او زهقانة او حاسة بملل. مدة التمرين قد ايه؟ نص ساعة او ساعة. عايزة تطولي براحتك اوكي، بس ما يقلش عن نص ساعة. يبقى كده عرفنا شروط المكان ومدة التمرين وعدد المرات، تمام؟ نيجي بقى للأدوات الذهنية اللي مفروض تركزيها وتبرمجيها في دماغك قبل ما تبتدي التأمل. ولو مخك ما تطلهوش الأدوات دي، خلاص اعرفي ان التمرين ده هيفشل وش. اول اداة، تنسفي بمعنى كلمة تنسفي اي معتقد سلبي عن نفسك، زي مثلا انك شايفة نفسك ما تستحقيش واحد بالمواصفات اللي انت هتطلبيها، او حاسة انك مش جميلة كفاية وتقولي يعني انا هعمل اللي عليا وربنا يستر، بس معقول ممكن يبصلي؟ معقول هيسيب الموزز اللي حواليه ويبصلي؟ لو قلتي كده اقفلي الحلقة دي من دلوقتي. لازم تحطي في اعتبارك ان الراجل اللي انت عايزاه مش هيكون راجل اهبل وبيتخرفن على اي بنت معدية قدامه. لازم تختاري راجل بمعنى الكلمة، وراسي وعاقل، ويهمه الجوهر، ويهمه البنت اللي تصونه، ويهمه الجمال الروحي، ويهمه الادب والاخلاق. ما تقوليش انا مهذبة ومحترمة ومحتشمة، معقول ممكن يبصلي؟ يا حبيبتي، الراجل لما يحب يستقر ويلاقي واحدة محترمة مش بيتردد انه يجيلها، ولو ما جالهاش اعرفي ان هو اصلا مش محترم. ما تقوليش كمان انا مش شاطرة في شغل البيت، او ان انا اصلي مش بعرف اتعامل مع ولاد، او انا دم تقيل، او انا ما فيش حد حبني قبل كده، يا ترى التمرين ده هينفعني ولا لا. الاداة دي خطيرة جدا. انت لازم تشوفي نفسك احسن وافضل واحدة في الكون وبكل ثقة، ومحدش يقولي أنا مش عارفة أثق في نفسي. مش عارفة تثقي في نفسك، يبقى اضمني إن كل أهدافك هتتدمر في الحياة. اتصرفي، روحي خدي كورسات اكتساب ثقة بالنفس،
او قلدي ممثله واثقه في نفسها وانت بتحبيها وشايفه عليها القبول. المهم ما تصدريش مشكله ملهاش حل، اللي عايز يحل مشكلته هيحلها. خلاص يبقى احنا كده عرفنا اهم واخطر اداه ممكن تدمرنا هي ايه. وحعرض عليكم مقطع فيديو قصير قوي لحاجات تقولوها لنفسكم في الاداه دي من المذيعه رضوى الشربيني. سواء بقى اختلفنا او اتفقنا على المذيعه دي، انا عن نفسي بحب اخد المفيد من كل شخص، والمقطع ده مفيد جدا للي عايزه تستفاد. اما اللي هتقولي معلش مش بحبها او دي خربت بيوت، انا ماليش دعوه، دي مش قصتي خالص، دي قصتك انت. انا جايبه المقطع ده عشان هو معين يناسب هدف الموضوع وعايزه تستفيدي منه، اهلا وسهلا، مش عايزه براحتك. المهم شوفوا هي بتتكلم باندماج ازاي وبمشاعر ازاي، اهم حاجه المشاعر، ها، لان دي هنستخدمها بعدين لما تسمعوا بقيه التمرين اللي في بقيه الفيديو. انا استاهل، انا استاهل، انا استاهل شخص اتعشم فيه وانا متاكده ان هو مش هيخزني، شخص يحترم ضعفي وقله حيلتي، انا استاهل اتشاف شخص عظيم عظيم مع اني ممكن اكون شخص باهت، انا استاهل اتحب بطريقه يستغربها الناس، استاهل شخص يميز جمالي اللي ما بقاش عندي طاقه ولا قدره ان انا اظهره، انا استاهل بصه طويله في عيني تنسيني اني شخص عادي، انا استاهل، انا استاهل شخص مهما يحصل ما بيني وما بينه ما يعملش ذكرياتنا ديليت ويلغيها ويصون عشرتي معاه، انا استاهل، انا استاهل اتشبه بكل حاجه حلوه وكل حاجه جميله، استاهل يتجبر بخاطري في كل مره احس فيها بالعكس، احس فيها بالضعف، انا استاهل، انا استاهل يتعمل لي سبرايز، يتعمل لي مفاجاه ويتحط فيها كل الحاجات البسيطه اللي انا بحبها ويكتب لي رساله زعلك الحاجه الوحيده اللي ما بتهونش عليا، انا استاهل، انا استاهل راجل يحطني جوه عينيه، استاهل راجل يندم على فراقي، استاهل راجل يعرف انا قد ايه غاليه، استاهل راجل يقدر اللي انا بعمله له ويشكرني عليه، استاهل حد يحافظ عليا، استاهل حد يطبطب عليا، استاهل سند، استاهل ظهر، استاهل حب، انا استاهل. تاني اداه اليقين الكبير، وتبقي واثقه في عقلك وفي ربنا اولا واخيرا انه قانون الجذب هينجح هينجح. تالت اداه ترمي تقاليد المجتمع وموضوع السن ده على جنب تماما تماما. بتجيلي رسائل وانا مستغربه ان لسه مجتمعنا في القرن الواحد وعشرين تيجي واحده تقول لي انا عندي 30 او عندي 34 او حتى عندي 40 وما اتجوزتش. انت ليه محكومه بكلام المجتمع؟ طالما بتفكري بالطريقه دي عمرك ما هتتجوزي او هتتجوزي واحد يقرفك. انت يا ستي نصيبك وحظك ان عقلك مش عايز يمشي بعقليه المجتمع، فما خلكيش تتماشي مع طاقتهم في الزواج المبكر. هتعملي ايه؟ خلقتك كده. ومش بس كده، دي حاجه مقدره عند ربنا، صح ولا لا؟ ربنا مش عايزك تتجوزي قبل كده، وما جابلكيش نصيبك لغايه دلوقتي لاسباب يعلمها هو، ولاسباب نفسيه عايده عليكي انت، وعشان نقص من سعيك انت، ولاسباب عايده على الوعي المجتمعي بتاع المحيط اللي انت عايشه فيه. ياما بنات كانوا 20 سنه واتجوزوا وبعد كام سنه اتطلقوا، وفي اللي اتجوزت واحد نرجسي مطلع عين اللي جابوها، وفي اللي اتجوزت واحد ومات، وفي اللي اتجوزت بس جوزها خاين ومش مقدرها، وفي اللي اتجوزت واكتشفت انها ما تقدرش تخلف، وفي اللي اكتشفت انها هي شخصيا لا تصلح للزواج بعد ما تفرح بالفرح والفستان الابيض وشهر العسل وهي، وتكتشف انها مش قد المسؤوليه وتقرف ابن الناس معاها. ده الامثله الوحشه في الزمن ده اكتر من الحلوه، وبرغم كده برضو لسه في عقده نفسيه ان هو انا ليه لسه ما اتجوزتش وانا صغيره. يا جماعه مفيش حاجه اسمها كده،
في حاجة اسمها ربنا منع عني شر زواج غير مناسب بس. أما السن ده هبل وطز في المجتمع. هو المجتمع هيعمل لك ايه؟ هو اللي هيدفع لك تكاليف الفرح؟ ولا هو اللي هيربي ويصرف على عيالك بعدين؟ ولا هيقف جنبك لما تتطلقي؟ ده أول واحد هيقف ضدك لما تتطلقي هو المجتمع. السيدة خديجة رضي الله عنها اتجوزت وهي 40 سنة عادي، واتجوزت مين؟ نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فانتي في حتة السن أو حتة تقاليد المجتمع دي فكك منها. مش انتي يهمك زوج كويس ويحبك ويحتويكي؟ خلاص ما تحطيش عقد نقص بقى ملهاش أساس علمي ومجرد أصنام في مجتمع أغلب عاداته ورجعية، ما يهمهوش جودة وسعادة الحياة الزوجية على قد ما يهمه هيتجوزوا إمتى وإزاي وهيخلفوا كام. رابع أداة، معرفة السبب الحقيقي من الرغبة في الزواج. هتقولوا لي نعم نعم، الزواج ده أساس الحياة، دي سنة الحياة، إيه يعني الرغبة منه؟ أيوة، في ناس مش عايزة تتجوز عشان تتجوز، في ناس بتتجوز عشان عندها شعور بالحرمان، تقول أنا عايزة أتجوز عشان أخلص من كلام الناس، أو عايزة أتجوز حموت وحد يدلعني ويهشتكني، أو عايزة أتجوز عشان زهقت من القعدة مع أمي وأبويا ومعاملتهم ليا وحشة، أو عايزة أتجوز لأني فشلت في كل طموحاتي فخلاص أنا أمنت أني المفروض أقعد في البيت بقى، أو كل دي مشاعر نقص وأسباب سلبية للرغبة في الزواج، ودايما بتشقلب الحال. يا إما ما بتتجوزيش، يا إما بتتجوزي واحد يخليكي تندمي على اليوم اللي اتولدتي فيه. دكاترة علم النفس والاستشاريين الأسريين ما بياخدوش فلوسهم إلا من المتجوزين على فكرة. 99% من المشاكل من المتجوزين مش من السناجل خالص. فانتوا لازم تحطوا في اعتباركم ان انتوا مش بس تتجوزوا وخلاص، لا لازم يكون زواج ناجح وسعيد. وبرضو مش عايزاكم تفكروا في الجواز بطريقة الحرمان العاطفي، يعني جايز مثلا ما عندكمش اي حاجة من اللي انا قلتها بس انتوا هتموتوا ويبقى معاكم حد. فاحساس الحرمان ده من اهم المصايب الكبرى في قانون الجذب، وده بيعقر مع ناس. يعني ممكن ناس يبقى عندها الاحساس بالحرمان ده وتتجوز عادي، بس في ناس بيعقر معاهم، عشان كده الحلقه دي موجهه ليهم. القوانين الكونيه عندها مبدا ان الحياه ما بتديش محتاج، وطول ما انت عندك مشاعر الاحتياج وبتفكري في الزواج بالطريقه دي مش هيجيلك حاجه، او هيجيلك حاجه مش مناسبه. انت المفروض تفكري في الزواج على انه شيء تكميلي في الحياه، مشروع مش هيزودك حاجة ولا هينقصك حاجة، مشروع انت عايزة يكون ناجح في مستقبلك، حاجة اضافة ليكي، مش يكون هو الهدف الاوحد الموحد. وانه لو ما حصلش هيجيلك جلطة. لازم تحطي في بالك انه لو ده حصل فده خير وبركة، ما حصلش يبقى اكيد حكمة من عند ربنا. وممكن الاقي في التعليقات بنات عمالة تعيط وتقولي يا جماعة ادعولي اتجوز بليز بليز انا خلاص تعبت بموت، ويحطولك اموجي عياط بقى وبتاع واربعين دعوة مستجابة والكلام ده. دي بتكون واحدة محرومة لدرجة وصلت نفسها لمرحلة انها عمالة تدلل على نفسها على الملأ. عارفين امتى الواحد يدلل على نفسه؟ لو عنده اللهم احفظنا مرض خطير وطالب الناس تدعيله ماشي، دي مسألة حياة او موت، حاجة مهمة. إنما الجواز أنت مش هتموتي من غيره، ده رزق يا أصابك يا لأ، ما ينفعش تعمل الحركات دي فيه، عيب عيب. دي نفس الفكرة برضو للشخص اللي بيكون مثلا فقير، تلاقوه يبخل جامد في كل حاجة وما يرضاش يطلع القرش إلا بالعافية من تحت الدرس، ويفضل يشتغل ليل نهار وحارم نفسه من كل حاجة، وسبحان الله تلاقوه ما تغناش برضو عشان بيدور على الفلوس بطاقة الفقر والحرمان. عكس اللي مش حاطط الموضوع في باله، تلاقوا رزقه جايله كده من حيث لا يحتسب. وأعيد تاني الجملة الشهيرة في علم الطاقة، في التخلي التجلي، يعني طول ما انت مش متعلق بهدفك طول ما هدفك هيتجلى ويظهر بشكل سريع في حياتك. هتقولوا لي طيب ما انت قلتي الجواز رزق، يا ييجي يا ما يجيش، نعمل بقى كل ده ليه؟ احنا بنعمل كده عشان ان ليس للإنسان إلا ما سعى. لما تسعي كويس هتعرفي تجيبي رزقك لغاية عندك وصح كده. احنا خلاص نظفنا دماغنا بالأدوات دي وبرمجناها، وعايزين بقى نبتدي الخطوات العملية. ولازم تعملوا الخطوات دي بحب، مش تروحوا تعملوها كأنكم رايحين تعملوا الواجب بتاع المدرسة
وتقولوا اوف بقى يا ربي بقى يكون بنتيجة بقى وبتاع، ويا جماعة ما حدش يكلمني احنا هنعمل تمرين وكده. لا، لو هتروحوا تعملوا مضطرين كنسلوا كل حاجة، احنا رايحين نطلب علاقة عاطفية مش امتحان ثانوية عامة. الخطوة الأولى، هتجيبي كراسة ورق يعني وقلم، ويستحسن تكون كراسة جديدة ورقها شكله حلو متدلع كده، عشان التفاصيل الحلوة الصغيرة دي اللي بتكون في الكراسة على فكرة يا جماعة بيكون لها تأثير إيجابي على عقلنا، وده عن تجربة، وده كمان بيأثر عارفين على إيه؟ على الطفل الداخلي بتاعنا. تكتبي بقى في الكراسة دي مواصفات شريك حياتك بالترتيب وبالتفصيل. مش عايزة بقى واحدة تيجي تقولي طب أنا ما عنديش كراسة، ينفع أجيب ورق مفرط ولا ينفع أكتب في ظهر الجرنان؟ لا ما ينفعش، أنت المفروض داخلة في حالة جميلة شاعرية، مظهر التفاصيل فيها مهم جدا، بيأثر على حاجات في عقلك أنت مش واخدة بالك منها، فما تتهونيش بالحاجات دي. أنا عارفة الخطوة دي بقى كلكم عارفينها، بس بصوا مش كل واحد بيعملها صح، الكل بيكتبها كأنه روبوت، أنا الآن أريد كذا، ومعرفش إيه صيغة المضارع اللي بيحطوها دي، وبصراحة يعني مش هنضحك على بعض، عقلنا عقل سلس مش ماشي بالطريقة دي، بالعكس على العقل بتاعنا واخد البساطة أحمدي، يعني زي ما بنقول في مصر، يعني واخد كل حاجة بسهولة وببساطة. انتوا تكتبوا زي ما انتوا بتتكلموا كده عادي، بس كل حاجة مطلوبة منكم تكون إيجابية، يعني ما تحطوش صفات وحشة أو عيوب، لا حطوا الصفات الحلوة بس وبأدق التفصيل الممل، ولو في صفات وحشة انت خايفين انها تحصل ممكن تعكسوها بطاقات إيجابية أو يعني إيه بمواصفات حلوة، يعني مثلا انت مش عايزاه مدخن ما تقوليش أنا لا أريد مدخن، لا انت قولي والشخص ده مهتم بصحته جدا لدرجة ان هو ما بيحبش التدخين، ما بيحبش السجاير، ما بيحبش الشيشة، الكلام ده كله تقوليها بالطريقة الإيجابية الحلوة وبطريقة باللهجة بتاعتك. خلاص هتحطوا الصفات الحلوة وبأدق التفصيل الممل زي ما أنا قايلة، والكتابة تكون كأنها فضفضة ودردشة مع نفسك، وتكتبيها بمشاعر وأحاسيس جميلة. تقولي مثلا إيه؟ حبيبي عيونه نظراتها طيبة زي بتاعتي، زي مثلا الممثل الفلاني، ولا ضحكته بقى يا جميلة، ولا نبرة صوته. وانت بتكتبي اتخيلي صوت الضحكة، اتخيلي وشه وهو بيضحك، وعشان تقربي لنفسك التخيل شوفي عايزاه يبقى مثلا شبه مين من المشاهير لو انت الشخص بتاعك ده مجهول لسه انت مش عارفاه، او مثلا حتى شبه مين من صورة مرسومة عندك شفتيها على الانترنت او حاجة وعجبتك. اما بالنسبة للبنت اللي هي قابلت حبيبها وعارفة اوريدي شكله ايه، دي هتتخيله بسهولة، وتكتبه بقى زي ما هي شافته، بس تزود صفات من عندها اللي هي طلبها. تكتبي كمان كل مواصفات جسمه بالظبط، واكتبي كل حاجة في بالك، كل فتفوتة في دماغك بتتمنيها اكتبيها، متخجليش ولا تبخلي على نفسك بالكتابة، كده كده محدش هيشوف الكراسة دي غيرك، فمفيش داعي للحياء بينك وبين نفسك. اتخيلي حركاته، إيماءاته، واكتبيها. بعدين تدخلي بقى في الحالة المادية وأخلاقه والحاجات دي. مثلا بالنسبة للحالة المادية اكتبي راتبه ما شاء الله كويس، يكفي، يجيب كذا وكذا وكذا. ما تحدديش هو المفروض يكون مليونير ولا لا، انت ممكن يبقى معاكي مليونير وبخيل يبخل عليكي، فما تقوليش عايزاه مليونير، اكتبي الحاجة الصح، واكتبي بمنتهى الشاعرية والحب. تكتبي ايه؟ راتبه فيه البركة، دايما مجتهد في عمله، راتبه بالحلال، بيقدر يجيب كل حاجة بدون بخل، كريم معايا، انا فخورة بيه قوي، واكيد طبعا مش هستغله. اكتبي كده، اكتبي الجملة دي، انا مش هستغله، كأنك بتفضفضي زي ما انا قلت، وكأنه موجود فعلا وحقيقي، وقاعدة بتتكلمي عليه مع مامتك ولا اختك، فهماني؟ استكي مخك، خليه مرن، خليكي عفوية، خليكي حقيقية في مشاعرك وكلامك. صدقوني الاسلوب ده اقوى واحسن بكتير من انك ترصصي الكلام زي الروبوت وتقولي انا الان معي زوج كريم، انا معي زوج يحبني، انا استحق بوفرة زوج رائع. اخرجي من دايرة سبيس تون دي خالص، عشان عقلك ما يقلبش عليكي ويقول وديني وايماني ما انا شغال معاكي عشان ادائك الفاشل ده. دايما خليكي روائية، رومانسية، عاطفية، اكتبي
اسهبي وانت بتتكلمي بطريقه المشاعر والاندماج، زي ما عطيت لكم كده مثال رضوى الشربيني في الاداء الاولى بتاعه برمجه المخ. عايزه اقول حاجه وانوه عنها، الناس اللي هتسالني عن نستخدم توكيدات ولا لا، سبليمينال ولا لا، بصراحه انا عمري ما شفت الحاجات دي اثرت مع حد، وطريقه مش عمليه ابدا. هاتولي الدكتور علم طاقه سواء عربي او اجنبي ويكون معروف وكبير ومشهور وبيطلع يتكلم في التلفزيون، يحطلك فيديو في القناه ويقولك سبليمينال ولا توكيدات، اراهن مش هتلاقي، مش ممكن هتلاقي. هتلاقوه يا اما بيتكلم عن تقنيات قوانين للجذب او طريقه لتفعيل الخيال بس. ولو حصل والتوكيدات اثرت مع حد، فهيكون عشان الحد ده اصلا كان خياله خصب وكان عنده مشاعر قويه، فتهيأ له انه بفعل التوكيدات. التامل والتخيل وطاقه المخ وانتوا قاعدين تكتبوا وتوصفوا وترسموا الحاجه في بالكم بكل كثافه في المشاعر، هو ده مفتاح السر. أراهن بمعنى كلمة أراهن، والله والله والله، لو أنت ما عندكش خيال ولا طاقة ذهنية وتركيز وكثافة في المشاعر وشغلت التوكيدات من هنا لغاية 2025 ما هتنجح معاك. أنتوا هتبقوا قاعدين بتسدوا ودنكم على الفاضي وبتفضلوا تفضوا في شحن البطارية بتاعت الموبايل اللي أنتوا بتسمعوا منه، وقاعدين تزودوا مشاهدات بس للقنوات اللي بتحط لكم حاجه ساكته كده وتقول لكم اسمعوا التوكيدات دي وخلاص، او اسمعوا السبليمينال ده وخلاص. ما كانش حد غلب يعني، وهو يعني اللي جذبوا اهدافهم وما كانش عندهم انترنت وكانوا جهله، كانوا عارفين يعني ايه توكيدات؟ في حاجه اسمها نعمه العقل، ده الكنترول روم بتاعتكم، ده مش كمبيوتر عشان تحطوا فيه كلمات مكرره وبرمجه اليه، ده حاجه اعظم بكتير من الكمبيوتر، حاجة فيها روح، مشاعر، تصور، خيال، قوة، تركيز. فهمتوني لحد هنا؟ نيجي بقى للخطوات التانية. الخطوة التانية ايه؟ هتتخيلي مراحل العلاقة الحوارية وتعيشيها، وخلي كل مرحلة مثلا 10 دقايق. تبتدي تغمضي عينك وتاخدي نفس عميق كده، عميق جدا، شهيق وزفير ببطء شديد، وتكرري عملية التنفس دي 7 مرات عشان مخك يتشبع بالأكسجين. وابتدي تخيلي، ممكن بعد ما تتخيلي المراحل تكتبيها، اكتبي اللي انت تخيلتيه في نفس الكراسة الحلوة، تبقي كده ربطتي التخيل بالكتابة ووثقتي الأحداث من عقلك الباطن على المادة. ادخلي بقى على تخيل مرحلة اللقاء، هتتكلموا في ايه؟ هتتقابلوا فين؟ وازاي؟ واختاري مطعم قريب لقلبك ولا مكان جنينة جميلة انت عارفاها. وبعد بقى ما تستلطفوا بعض في اول مرحلة ومبسوطين وخدتوا ارقام بعض ورجعتوا بيوتكم وكل واحد بقى عمال يفكر في التاني، فاهمين انتوا الحركات دي؟ اللي مش عارفة تتخيل تقدر تتفرج على فيلم رومانسي عربي مش اجنبي، معلش عشان الاجانب بحسهم جافين، ولما بيتقابلوا مفيش مره ولا اتنين بيدخلوا على طول في العلاقه الجنسيه، واحنا مش ناقصين هبل يعني. واخر الفيلم يا بينفصلوا يا حد فيهم بيموت يا بيكملوا في الحرام، واحنا مش عايزين بقى الحاجات دي، احنا عايزين جواز على سنه الله ورسوله. فمعلش خلينا في القصص الحلوه بتاعتنا، احنا اللي على الفطره، احنا اللي صح. اختاري بقى قصتك من اي مسلسل عربي لطيف كده وسيستمي بقى قصتك عليه، وممكن تزودي او تنقصي من عندك في قصة حياتك، ارسميها زي ما انت عايزة. بعد كده تدخلي في مرحلة تانية من التخيل، وبعدين بتعملوا بقى شوبينج سوا، وبعدين في مرة هو يحكي لك همومه وانت تفضفضيله، لغاية ما توصلي لمرحلة انك بتتخيليه بيقولك انا خلاص ما اقدرش اعيش من غيرك، انا عايز اتجوزك، موافقة ولا لأ؟ وحسي بقى بفرحة العرض بتاعه، حسي كده بالسعادة، بصي عيشي الموقف جامد كأنه بجد، مش بس كأنه، لا هو بجد. ممكن تقسموا المراحل بتاعة تخيل العلاقة الحوارية دي على الأيام، يعني ممكن أول يوم تأمل تقولي أنا النهاردة هتأمل يوم اللقاء الأولاني، وقعدي معاه براحتك بقى في خيالك، اتكلمي وتعرفي وحسي شوية بالخجل وتخيلي الأكل اللي هتاكلوه وبتاع. المرة التانية اللي هتحصل في الأسبوع بتاعت التأمل
مثلا دي بقى المره اللي هتتقابلوا فيها تاني وبتشتروا حاجات او شوبينج، المره الثالثه وانتم مبسوطين وحصل بينكم مواقف بتضحك كده. يعني عيشي كل مرحله بكيفك على مهلك، قسميها على الايام براحتك. يعني الخطوه الثالثه، لو انت بتعرفي ترسمي ورسامه شطوره يبقى خير وبركه، ارسمي نفسك انت وهو معاكي وارسموا نفسكم سوا كده كذا رسمه باوضاع مختلفه، مره وانتوا قاعدين في جنينه سوا، مره وانتوا بتبصوا لبعض بصات رومانسيه، مره وانتوا بتضحكوا مبسوطين، ومره وانتوا راكبين الموتوسيكل، يعني عندك ايه طرق كتير. اما لو مش بتعرفي ترسمي ففي برامج كده على الموبايل موجوده في البلاي ستور، بتركب وشك مع صوره حبيبك او تركبك انت كلك على بعضك جنبه، بتركب اتنين جنب بعض. بصوا معلش الخطوه دي على قد ما انتم شايفينها هايفه، لا بس دي مهمه قوي قوي. زي ما انتم عارفين ان العقل بتاعنا بيتاثر بالريحه والاصوات والصور، فاحنا خلاص عملنا العطر وعملنا الميوزك، فاضل قسم التصور. قسم التصور ده مهم جدا، ده هو ده اللي بيتحفر في عقلك الباطن، هو ده اللي هتحلمي بيه بعدين، وده اللي بيساعد اكتر على التخيل. فانتي اعملي لنفسك كذا صوره وكذا شكل ومعاه هو، مش تحطيه هو لوحده. هحط لكم صور البرامج دي، هتلاقوها في الفيديو دلوقتي بتعرض قدامكم واسميها، واعملوا عنها بقى سيرش في البلاي ستور وحملوها. بعد ما تعملوا الصور بقى ممكن تحطوها خلفيه موبايلكم او خلفيه اللابتوب او صوره الواتساب، خلوا الصور دي دايما قدامكم. وممكن كمان لو عندكم برينتر تطبعوها وتلزقوها في صفحات الكراسه الحلوه اللي انا قلت لكم تكتبوا فيها المواصفات. يعني ممكن مثلا انت كاتبه في المواصفات جمله ايه، حبيبي حنون جدا، كل ما يشوفني يسالني مالك ويهتم بتفاصيل حياتي، ومش ممكن يمشيني زعلانه ولا يخليني انام متضايقه. جنب الجمله دي تكوني طبعتي صوره مركباها من البرنامج، صورتك وصورته مثلا وهو قاعد بيسمع لك باهتمام وقاعد مهتم بيكي. وبعد كده بعد ما تطبعي الصوره دي الزقي الصوره دي جنب الجمله اللي انا لسه قايلها بتاعت ايه، ان حبيبي حنون. ممكن تعملي كده في كل حاجه، ممكن تكتبي كمان مراحل العلاقه اللي انا وصفتها في مرحله التخيل الحواري في الكراسه الحلوه، وتدعميها بالصور. وما تنسيش في السيناريو بتاع وهو بيطلب منك الزواج تحطي صوره الفرح بتاعتكو بالبرنامج، او صور دبل اللي هي دبلة الزواج يعني كده. يعني تمام كده خلاص انت خلصتي كل الخطوات تمام التمام، عملتي اللي عليكي صح؟ صح ولا لا؟ ارمي بقى توكالك على الله، تروحي تصلي ركعتين شكر اول حاجة على نعمة ان ربنا عطاكي عقل تقدري تجذبي بيه اي حاجة، وعلى الفترة اللي اتخيلتي فيها مشاعر حلوة جميلة انت كنت محتاجاها بجد. بعد صلاة الشكر هتصلي ركعتين الحاجة وتقولي الدعاء اللي انت عايزاه بأي صيغة تعجبك في السجود للركعتين دول. وبعدها تقولي بقى بعد ما تخلصي الركعتين دول دعاء تيسير الزواج بتاع الشيخ الشعراوي، هسيبه مكتوب في التعليق المثبت تحت الفيديو، وبرضو هكتبه في صندوق الوصف. القصة دي تتعمل كل أسبوع مرتين أو ثلاثة زي ما أنا قلت في الأول. وأهم شيء، أهم شيء بعد الانتهاء من كل ده تفكوا تفكيركم خالص وتعلقكم بالتمرين وتعلقكم بالهدف، يعني تكملوا حياتكم عادي جدا جدا. طيب إيه بقى آخر جزء في الحلقة؟ آخر جزء عن العلامات اللي هتبين إن تمرينك ده شغال والجذب ده شغال وماشي كويس معاكي. ايه بقى العلامات؟ واحد، هتشوفي وحيد كتير اللي هو رقم 11 وبيتضاعف، يبقى واحد 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 كده يعني، وبيتكرر معاكي كتير بقى في ساعة، في شحن الموبايل، في يافطة، في اي حاجة. كمان رقم 22 هتشوفي كتير، او 3 اتنينات 4 اتنينات، ورقم 55 او 3 خمسات 4 خمسات كتير. الوحايد معناها انك ماشية في الطريق الصح وانك هتحققي هدفك. 22 معناها انه عدد زوجي، او رقم 2 عموما يعني معناها انه عدد زوجي، معناها ان حياتك هتقسميها مع حد. 5
معناها التغيير الجذري اللي بيحصل في حياتك. ده بالنسبة للي مش فاهم لغة الأرقام. العلامة التانية، تبتدي تشوفي الشخص اللي انت عايزاه كتير بيظهر لك صدفة، ولو بتعملي جذب على حد انت مش عارفاه في الحقيقة هتشوفي ناس شبهه كتير بدأوا يطلعوا حواليكي في التلفزيون في النت أو ممثلين شبهه كده يعني. العلامة التالتة، الأحلام هيبدأوا يظهروا فيها العرسان برضو وبطريقة ملحوظة. أنا عايز أقول حاجة، أنا مش بفسر أحلام ماشي عشان محدش يحط لي حلم. العلامة الرابعة، هتلاقي البنات اللي حواليكي اللي كانوا متأخرين في الجواز زيك بدأت عقدتهم تتفك وبدأوا يتخطبوا، فده شيء جميل جدا، اوعي تزعلي، المفروض تفرحي بيه. ليه؟ لأن معناه أن طاقة الزواج بدأت تدخل المحيط بتاعك وبالتالي قربت توصلك. خمسة، هتحسي بحالة من التفاؤل والسعادة والفرح بدون سبب، لأن روحك لوحدها بتفهم العلامات وبتفهم الإشارات وبتتأهب لاستماع خبر جميل أو لمقابلة الشخص المنشود. ستة، هتوصلك علامات في المنام تدل على استجابة دعائك، وهحط لكم رابط حلقة علامات استجابة المنام في التعليق المثبت برضو، وهتكون العلامات دي واضحة وقوية وصريحة، انت هتقومي من النوم فاكراها وهتبقي عارفة انها مش حديث نفس. سبعة، هتبتدي تجيلك طلبات الزواج او يعجب بيكي بعض الشباب سواء بقى في الواقع او في الانترنت، اي حاجة ممكن تختاري منهم، يعني لو حبيتي تغيري رأيك في مواصفات الحبيب، لكن غالبا انت مش هتختاري منهم لان انت لسه هيكون عندك مواصفات مطلوبة، فانت مجرد بس خدي فكرة عن اللي بتقدمولك لغاية ما يجيلك الشخص المطلوب، وما تنسيش الاستخارة طبعا في الاشخاص اللي بيجولك عشان ما ترفضيش خير جايلك او ما ترفضيش بدون سبب. 8، هتلاقي غيرك كمان بيحلملك فجأة ويقولك ايه يا حبيبتي انا حلمتلك بحلم جميل، انا حلمت ان انت عروسة ومعاكي عريسك. اهم حاجة يا جماعة في الحلم العريس، لان لو الحلم فيه العروسة بس واقفة من غير عريس مش حلو، مش معناها جواز. المهم تقولك ايه وحلمت ان في فرح بقى وبتاع، او يحلمولك احلام معناها الرمزي ان في زواج هيحصلك، ودي بتبقى من بشاير ربنا لك كده، دي علامات ان قانون الجذب شغال معاكي صح وان الهدف عمال يقرب لك بشكل سريع. كده انا الحمد لله خلصت الحلقة بعون الله، الف حمد وشكر لك يا رب، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا يا حبايب قلبي يا رب، ومستنية بقى افرح بيكم معلش وتعزموني على فرحكم وتشيروا نصيبي من الجاتو اوكي، وهستنى تبشروني كمان ان شاء الله في نفس الفيديو ده، انا مستنية، انا واثقة من كده ان شاء الله. اتمنى بقى بجد لو عجبتكم الحلقة ما تبخلوش باللايك، وبالنسبة لغير المشتركين لو عجبكم محتوى القناة ما تنسوش تشتركوا فيها وتفعلوا زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ده لو حابين تشرفوني بروحكم الجميلة عندي. سلام عليكم.